جيشنا الباسل وبالتعاون مع الأهالي يعثر على عدد من الأنفاق كان الإرهابيون يحفرونها باتجاه منطقة السليمانية والسيد علي بحلب. مصدر مسؤول ذكر أن الأهالي أبلغوا سماعهم أصواتا غريبة تصدر في ساعات الليل المتأخرة، ما لبث أن تم التحقق منها واكتشاف أنفاق محفورة من منطقتي الوكيلية والهزازة تجاه السليمانية والسيد علي. وحدة من جيشنا الباسل بالتعاون مع الجهات المعنية أغلقت الأنفاق. مشاهدينا الكرام، الجهات المختصة هنا في منطقة شارع النيال تضبط أنفاقا في تلك المنطقة. طبعا هذه الأنفاق مربوطة بالمدينة القديمة وهي على ما يبدو أنفاق قديمة، ولكن الجديد في الموضوع أن المجموعات الإرهابية المسلحة حاولت استكمال حفر تلك الأنفاق وصولا إلى المناطق الآمنة للتسلل نظرا للطوق الأمني المفروض على كافة مداخل مدينة حلب. على كل سنقوم الآن بالنزول الى تلك الانفاق طبعا كما حدثتنا المصادر ان هناك ثلاثة انفاق قامت الجهات المختصة بضبطها. طبعا مشاهدينا هذا هو النفق الاول والنفق العريض، طبعا هي انفاق قديمة كما تحدثنا، والنفق الثاني من على الجهة اليمينية ويسار الكاميرا، وأيضا هناك نفق آخر في الطرف الخلفي. إذا الجهات المختصة تستكمل موضوع متابعة تلك الأنفاق. المدينة القديمة هي طبعا ذات طابع تحتوي على أنفاق كثيرة، ولكن المجموعات الإرهابية المسلحة تقوم باستغلال هذا الموضوع لاستثمار تلك الأنفاق واستكمال حفرها وصولا إلى المناطق الآمنة. طبعا مشاهدينا سندخل الآن إلى داخل هذا النفق، على ما يبدو هناك غرفة أيضا قديمة، سنتابع بالصوت والصورة الدخول إلى هذه الأنفاق. هذه الغرفة كما تتابعون محفورة بالكامل، وعلى ما يبدو أن هناك آثار حفر حديث داخل هذه الغرفة. طبعا مشاهدينا انتقلنا من منطقة السيد علي شارع النيال الى منطقة الحميدية، والتي هي تعتبر خط تماس طبعا ما بين المناطق الآمنة والمناطق التي تشهد تواجدا لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. الأنفاق ما زالت تكتشف من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع المؤسسة العامة للصرف الصحي وايضا مجلس مدينة حلب. هذا ايضا النفق موجود و قامت عناصر الجهات المختصة بردمه بالكامل منعا لتسلل أي عنصر من عناصر مجموعات الإرهابية المسلحة. إذا هي أنفاق تاريخية يستغلها الإرهابيون باستكمال حفرها من أجل التسلل إلى داخل المدينة، ولكنهم نسوا أن هناك جيش اسمه الجيش العربي السوري والجيش الخدمي يعملان معا من أجل الحفاظ على أمن حلب واستقرارها. شادي حلو، التلفزيون العربي السوري، شارع النيال، المدينة القديمة، حلب.